نروح بقى الحتة تحت الهالات اللي تحت العين، هل دي ليها علاج؟ مشكلة كبيرة بالذات بتبان، يعني خلينا نقول في الجزء ده من يعني من المصريين. المشكلة دايما مع اختلاف اللون ساعات بيظهر، يعني اختلاف لون البشرة اللي هو البشرة القمحوية أكتر يبان الهالات أكتر. دي بتبقى رقم واحد جينات، فاحنا جيناتيكلي عندنا ساعات المشكلة دي، ساعات تلاقيها وراثة بتبقى باينة قوي، الأم كده فالبنت كده الأب كده، فبيبقى دايما الموضوع فيه جزء وراثي. هل لو راسي ليه حل؟ ليه حل طبعا، بس ما لازم نبقى فاهمين ان الحل مش 100%، يعني مش الهدف من اللي احنا نحل الهالات اللي احنا نخليها تروح تماما، احنا نقللها، بس لازم نبقى عارفين سببها ايه. في جزء منها بيبقى نتيجة اللي فيه انخفاض في المكان ده قوي جدا، فيبان فيه شادو ويبان الجزء ده نازل لتحت، ده يعني ممكن معناها نحله دهون قليلة بالفيلرز، في الحتة دي دهون تقصد؟ قليلة والجلد رفيع جدا. ساعات بتبقى نتائجه مثلا نتيجة طريقة تنفس غلط، أو عندنا مشاكل صحية ظهر منها المشكلة دي، جيوب أنفية مثلا. ممكن، أو جينات، احنا طبيعتنا كده للجلد ده رفيع في المكان وما فيهوش دهون خالص، فنعوض ده ممكن بالفيلرز. في ناس بيبقى عندها تصبغات في الجلد في المكان ده، فنحسنه بأنواع معينة من الكريمز، من الفيتامينز، من التقشير، من الليزرز، كل دي حاجات ممكن تساعدنا. تمام.